السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. النهار ان شاء الله نقدموا واحد الحلقة ديال واحد الاخطاء اللي هي سبعة، في الحقيقة هي سبعة اخطاء تؤدي الى فشل مشروع تربية الارانب. اذا اول خطأ وهو عدم تحصين الارانب من التسمم الدموي والتسمم المعوي. التسمم الدموي كما سبقت الاشارة انني هضرت عليه في واحد بزاف ديال الفيديوهات، وهو يونيبخافاك، وهي واحد الليبرة اللي ممكن اننا نعطي، اذا ما عطيناهاش الارانب ديالنا ممكن انهم يموتوا لنا، لان هذاك التسمم الدموي ضروري كيجي مره في العام. الشهور اللي كيجي فيها كاين 3 و6 و9، هادو معروفين بالتسمم الدموي. إذن ضروري من تحصين ضد التسمم الدموي والتسمم المعوي. التسمم المعوي ممكن أنكم ديروا واحد الدواء رخيص كيدير 10 دراهم، سميتو هيباغينول. إذن هذا هو الخطأ الأول، وهو عدم التحصين. ضروري أننا نحصنوا الأرانب ديالنا من الأمراض اللي ممكن تجيهم على طول السنة. إذن هذه رقم واحد. رقم اثنان وهو الفرحة ديال المربي. سموك الدير كتخليه أنه يتكلم، كتجعله أنه يتكلم على ذلك المشروع، على ذلك النجاح ديال المشروع مع ناس أخرين. ممكن يعني الحماسة دياله أنه يجيب شي واحد يعني غريب ويدخلوا على الأرانب دياله. ممكن ان الارانب كيقولوا كيتصابوا بالعين، وهي ماشي كيتصابوا بالعين، وانما الارنب راه كيخاف من الغريب، كيخاف مناش، كيخاف من الرائحه ديالو، ولو يكون يعني في قلبه الرحمه، ولا يكون طفل صغير، يعني طفل صغير انتم تقولوا ما غاديش يعين، ولكن هما الارانب كيخافوا من الغريب. اي واحد غريب كيخافوا منه، ايا كان كيخافوا من المشية ديالو، من الرائحة ديالو، من الصوت ديالو، كيتبدل عليهم الصوت ديال المربي ديالهم، صافي كيتلفوا، كيبداو يموتوا يعني واحد تلو الآخر. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي طريقة التعامل مع الأمهات. فإذا كان المربي لا يعرف يعني طريقة الجص، من الأحسن لا يقوم بهذه العملية، ما خصوش يقوم بها، لأن يمكن أنه يقتل الأجنة بالضغط عليهم، الضغط الخطأ يعني. هو غادي ما غاديش يعرف. اللهم زوجوا الأرانب ديالكم وما تقوموش بعملية ديال الجص. إذن هذه رقم 3. رقم 4 وهو نقولوا كانت واحد الأرنب عندنا حاملة، وعطاها المربي للذكر وأنها تزوج مرة أخرى، يعني سمو غادي يحدث واحد الخلل في الحساب، بحيث أن الأرنبة غادي ترمي الأجنة ديالها باش تستعد الحمل الثاني. يعني إلا المربي بقى كيدير هاد الطريقة هذه بزاف المرات، غادي ما غاديش يفهم هو علاش ما كتصدقلوش التربية، وهي راه خطا في التدبير. يعني خاص المربي يكون فاهم اش كيدير. اذا هذه نقطه. نقطه اخرى وهو في عمليه التزاوج يجب على المربي احضار الانثى للذكر وليس العكس، لان الذكر كيقوم برش السائل المنوي ديالو في المكان، وكل رائحه قويه اكثر يعني ممكن انها تاثر على الانثى أكثر وتجعلها تطيعه وتستجيب له. إذن هذه النقطة. نقطة أخرى، لا يجب أن يكون ذكرين بتاتا، ذكرين بالغان في نفس المكان، لأننا سواء في الأقفاص، يعني بحال هذا القفص اللي راني داير، راني عازل هانتوما، راه ذكر وحتى هذا ذكر، ولكن راني عازل كل واحد بوحده، راه كل واحد عنده البيس ديالو بوحده، سواء في الأقفاص سواء في التربية الأرضية. هي غير من يكونوا صغار ماشي مشكل، حدهم يوصلوا 3 شهور ضروري عملية العزل والفصل. إلا مشيتوا خليتوا 2 أرانب في نفس القطيع، كونوا متأكدين أن هذه راه
خطا كبير كيوقعوا فيه غالبيه ديال المربي. اذا سابع نقطه وهي الاخيره ان شاء الله، لا يجب مزاوجه الاخوه. علاش؟ لان شحال واحد في لي كومونتير قالوا لي راه حنا كنزوجوا الاخوه وما عندنا لا مشكل لا والو. فعلا غادي شي تلقاو حتى مشكل، ولكن غادي يلاحظوا في الخلفات اللي جايين اول حاجه ما كيعطيوش العدد اول حاجه، ثاني حاجه هذوك الخلفات ضروري ما كيحدث فيها تشوهات، يعني بلا ما نقولوا يعني النوع ديال التشوهات، ولكن هذوك التشوهات كيخليو المربي كيولي ما قادرش يبيع، ممكن انه يبيع يديه للسوق غادي يديه هو مثلا ناقص عنده ودان ولا ناقص عنده شي حاجه الله يسر. مهم احنا ما كان نعيبوش في الخلقه ديال الله، ولكن شنو السبب اللي كيؤدي لهذاك يعني المشكل ديال التشوهات الخلقيه، وهي مزاوجه الاخوه. كونوا متاكدين ان هذه القضيه ديال مزاوجه الاخوه ويعني المشاكل اللي كتبرز عليها من بعد سمو كيوقع انها كتولي وراثيه، يعني كاع داك الناس اللي نتوما شديتوهم وزوجتوهم وكبرتو نتوات اخرين وعطاوكم عاوتاني وحدين اخرين يعني خلفات اخرين، كتولي قضيه وراثيه. يعني هذا خطا هو شائع بين المربين، ولكن راه في الحقيقه خطا خاص المربي يتجاوزو. هنا خطا كبير كيولي عندك واحد القطيع، يعني انت هي كتقول مال علاش انا بالذات اللي عندي تشوهات خلقيه، علاش انا بالذات اللي ما عنديش يعني الارنبه كتجيب لي مثلا 16 ولا 14 ولا ديما كتلقى 3 2، علاش؟ هذا ناتج على مزاوجه الاخوه. حاولوا انكم تداركوا هاد السبع اخطاء، كنظن انني نلخصها في واحد، يعني ما بغيش نطول عليكم، فيديو راه قصير ولكن راهم مهمين ومهمين بزاف، حاولوا تداركوهم، لان قداش ما كان يعني النجاح ديال المشروع، يعني كيفاش كيكون النجاح ديال المشروع؟ كيكون بالذكاء ديال المربي. وما فيها باس انكم تتفرجوا بحال هاد الفيديوهات سواء عندي سواء عند واحد اخر، المهم انكم تفهموا شنو هي تربيه الارانب. هي تربيه الارانب سهله، ولكن خاص يكون عندكم بعض المعلومات يعني كبدايه على المشروع ديالكم. كنظن انني توفقت انني نشرحهم لكم في هذا السبعه الاخطاء. الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه قضيه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، وكنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.